2019. استقرار سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. مايكف غالي 30/12/2018 نقطتين فوق بعضهم. الدولار في 2019 تحت 300 نقطة. الأمور منتهية. الأمور منتهية و لصالح الجيش العربي السوري. الجيش يحرر إدلب. عودة لكل شخص راح 90% منهم كانوا بأوروبا أو بأمريكيتين أو بالدول العربية. عودتهم تبدأ بالنصف الثاني من عام 2019.